السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم انا موقع جديد ربع عمله بيتكوين، موقع بدفع المحفظه الوسيطه فوشت باي بدون حد ادنى للسحب، وهذا شيء كثير كويس. طبعا اصدقائي، الموقع هو على شكل لعبه شطرنج او تشيس. طبعا بعتقد الكثير منكم بيلعبوا هاي اللعبه، طبعا في منهم محترفين منهم بيلعبوها بشكل هواي، منهم اصدقاء مجوز ما بيعرفوا عن هاي اللعبه اي شيء. طبعا الشطرنج لعبه قديمه جدا، كل ما عليك انك تفارس الكمبيوتر تربح، بتاخذ 8 ساتوشي عن كل دق، تمام، من عملة البيتكوين. بتتعادل، بتاخذ 4 ساتوشي، بتخسر، ما بتاخذ اي شيء للاسف، تمام. فانت لتسجل بهذا الموقع، اول شيء بتنتقل للمحفظه الوسطى فوشت باي، بتروح على كلمه ديبوزايت، بتجيب عنوان محفظتك البيتكوين. طبعا اصدقائي، هذا الموقع بده عنوان ليجاسي، شايفين اصدقائي، كونفرت تو ليجاسي، يعني لازم يكون بدايه عندك الادرس او العنوان واحد او ثلاثه. انا طبعا ما راح احوله. المواقع او المحافظ الجديده اللي عمرها سنه وما دون طبعا على الفوشت باي كلها ليجاسي، بدايتها بتكون واحد او ثلاثه. انا اخي الكريم، اذا انت طبعا عندك المحفظه ديفولت بتعملها كونفرت تو ليجاسي اذا بدك، او بتروح على كلمه لينكد ادرس بتضيف اي محفظه، تمام، اي محفظه بيتكوين، يعني من محافظ نظاميه مثلا، ممكن تكون جايبها من كيونومي، من تراست وولت او اي مكان، لكن لازم تكون بدايتها ثلاثه او واحد، تمام. طبعا انا ضايف هاي المحفظه هون من كيونومي، باخذ العنوان كوبي وبروح على الفوشت باي. طبعا بحط العنوان هون بهي الخانه، تمام اخي كريم، بروح على كلمه انتر. طبعا ظهر لي هون اكزيت، شايفين يعني الخروج. فانا هيك انا داخل لعبي هلا وصار فيني العب بشكل عادي. طبعا اصدقائي، انا جربت امبارح مرتين او ثلاث مرات، لكن هزمني الكمبيوتر شر هزيم، يعني انا ماني لاعب جيد ابدا بلعبه الشطرنج. لكن اخي كريم، اذا انت كنت لاعب كويس ممكن تكسب وتربح. طبعا يعني راح ضيع وقت انا اذا بدي اشتغل على هذا الموقع حاليا، لاني انا اساسا يعني ما كثير بعرف من شطرنج، واساسيات الشطرنج جدا سيئه بالنسبه لي، تمام اخي كريم. فاذا كنت محترف انت فيك تلعب شطرنج. طبعا انا بعرف النقلات الاساسيه، بعرف الشغلات الاساسيه داخل الموقع، لكن انا ماني محترف شطرنج واكيد رح يهزمني الموقع. طبعا الكمبيوتر الموجود داخل هذا الموقع ذكي جدا، يعني بده لاعب عن جد محترف. يعني انا الاساسيات اللي عندي وجربت مرتين ثلاثه، لكن هزمني حتى ما قدرت اتعادل معه، تمام اخي كريم. فانت كل ما عليك انك تقوم بهي الحركات اللي عملناها. اذا عندك رغبه بلعبه الشطرنج العبها واكسب، تمام اخي كريم، طبعا وبتاخذ بيتكوين ببلاش. اذا ما عندك رغبه فالقصه مختلف يعني، وفيك يعني ممكن ما تضيع وقتك على هذا الموقع، ممكن تشتغل على المواقع الثانيه اللي نشرحها على القناه. طبعا 8 ساتوشي عملت بيتكوين في حال انت لاعب محترف ما نسينا ابدا، ممكن تربح الكمبيوتر 100 مره بالنهار اذا انت لاعب كويس، ممكن ياخذ معك الدق 5 دقائق، تمام، كل دق 5 دقائق، وهذا شيء ما نسي ابدا. كمان في عندك هون شغله اسمها الريفرال او رابط لحاية، طبعا هذا رابط لحاية الخاص بي، انا بغدو كوبي بوصل الاصدقاء لاستفاد الموقع بشكل افضل. بالنهايه مدلنا على موقع كويس صادق بيدفع فتره زمنيه طويله، طبعا انا شايف له مئات السحوبات، موقع جدا كويس بيشتغل فتره زمنيه طويله. طبعا في عندنا كمان هذا البنر، ممكن نحطه بالمدونه او الموقع الخاص فينا او نكسب منه او ندعي الاصدقاء لهذا الموقع. في النهايه لا تنسوا اخواني، اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.